السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملة في نادي سموحة تعثر على شيك بمليون جنيه. عاملة في نادي سموحة لقت شيك بمليون جنيه ورجعته لصاحبه. والمشكلة الكبيرة بقى إن رئيس نادي سموحة طلع اداه شهادة تقدير، حتة ورقة هتفتها بإيه؟ طب حضرتك رئيس نادي يعني مليونير وطلعت اداه شهادة تقدير ورقة وهو نصيبها بما يرضي الله وحق ربنا 10%، يعني 100,000 جنيه عن مليون جنيه. طب بلاش تدوها 100، ادوها 10، ادوها 20، امال طلعت تكرمها بحتة ورقة؟ مش عارف الواحد يقول ايه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.